السلام عليكم. كنبغي نوجه هذه الرساله للمسؤولين ديال الضو. حنا راه كنقراو 2021، ما يمكنش نقراو حنا على الشمع. راه كما قال الصديق ديالي، حنا كنقراو درس في القسم درس عن بعد، راه خصهم يصايبوا لنا الضو. حنا راه تشرب بزاف، راه صابرين عليهم مده 3 سنين تشرب بزاف خويا. هاد الرساله كنوجهها للمسؤولين ديال الضو، ويجيو يصايبوا لنا الضو. راه بزاف خويا الشيء، راه كنعانيو حنايا. واخا نتوما كاطفال، يعني شنو الاحساس ديالكم من بعد ما كتعرضوا للتهميش والقطاع التيار ديال؟ راه الاحساس ديالنا دابا حنا كنشوفوا الدوالة عندهم الضوء كيتقطع عندهم الضوء لمده نص ساعه كيجي عندهم، ولكن حنا الدواور شتي هذا الشيء اللي كنديروا دابا وما كيجيش عندنا الضوء. كيوعدونا وما كيجيوش، علاش هذا الشيء؟ حشومه عليهم. المسؤولين خصهم يقوموا بالواجب ديالهم اتجاهنا. احنا راه المسؤول سافعين اخويا بزاف، خصهم يديروا لنا الضوء. برافو. السلام عليكم. بغيت نوجه واحد الرساله للناس المسؤولين، بان حنايا باقا صغار شباب كنقراو وكنعانيو من واحد المشكل من ناحيه الكهرباء من هذه شحال هذه المده 3 ديال السنوات، وحنايا كنقراو درس في الدار وخصنا نقراو درس عن بعد. والدرس عن بعد علاش نقراو؟ التليفونات عندنا خاويين. وكنوجه هذه الرساله للناس المسؤولين ويشوفوا من حالنا ويصايبوا لينا هادشي. كاينش اول مره بسيم يخرجوا صاحبي باش يقراو اخويا وباش يقراو. شو الحاله؟ واجي دابا الدري الله يرحم الوالد، شو الحاله كم دايره صاحبي؟ اقول شوف الناس، انا بغيت هاد هاك اخويا هضر الشهاده، وحنا بغينا نقراو حتى الشمعه تيهبطوا لنا في كناناس، وهادشي كامل اساسيده تقاو يضربونا، هادشي كامل العذاب. هادشي وما عندنا لا دوله والو. اللحم تيبقى يخنز، والشمعه تيبقى يقطر لينا على الكنان. هانتوما المغاربه. شنو الرساله اللي توجهها للمسؤولين؟ وتنبغي يقولوا لنا عطوا 4 سنين هذه السلطه شفاره. ايوا ودابا راه المقدميه وداك الشيء مالهم يديروا لنا هذا الشيء، خصهم هما يديروا معنا. هدر اخويا الله يخليك. اصحابي هدر 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 هدر. وعافاكم اخويا، بغينا يجيبوا لنا الضو، وحنا راه ديما تيتقطع لينا الضو بزاف، ماشي عام مره وحده. ماشي عام مره وحده، بزاف المرات، واللحم ديما تبقى يخناز، وكل شيء الشمعه تبقى تقطر لنا على الكشوبه وكل شيء. على خويا السبب هما دوك المسؤولين ديال الضو ما كيصلحوش لنا داك الامور ديالهم، هما الاوامر ديالهم ما قادنش بها. هادشي كامل علاش؟ لان الناس مدخلين الضو، مدخلين المكانات، ما كافيش داك الضو. هادشي علاش كيتحرق الضو؟ كيتحرق بزاف اصاحبي. مده 15 اليوم 4 سنين وحنا كنعانيو من هادشي يا صاحبي. 4 سنين كيجي شهر كيمشي شهرين، لا جا شهرين كيمشي 3 شهور. مشكله هذاك النائب عندنا ما كاينش غائب. هذاك كيبان نهار الانتخابات. الرئيس هذه الرساله تنوجهوا لدوك المسؤولين ديال الناس سيدي سليمان، هذوك اللي ناعسين تمايا. اصلا هما ناعسين، اصلا ديما الشبعان ما عمره كيحس بالفقير. اللي شبعان صافي الصالير داخل، لان الفقير مسكين كيموت مع الوقت، ما كيخرج يضرب الموقف، ما عنده لا دوله لا والو. اصلا الماكله كتشيط كنرميوها في الزباله، الزباله عامره. ترميهم سولوا نجاوبك، سولها الراس عامر. الرساله اللي بغات توجه للمسؤولين، الرساله اللي نوجهوا لهاد الناس هو حنا بحينا، خصهم يصايبوا لنا الضو ويديروا لنا شي حل، ولا الطريق غتبقى غتبقى محبوسه. اليهود ولا مسلمين؟ شوف اخويا، شوف اخويا، دابا حنا عاد جينا من الخدمه تنخرجوا مع الثلاثه وتنوليو مع الثلاثه ديال الليل. هاد الناس ما رحموناش في الضو، فهمتي؟ تنخلصوا فلوسنا، كنخلصوا ديما الفلوس، كنخلصوا الضو، والناس نخلصوا مانا من كنجيو كنلقاو الضو مقطوع. علاش الضو تيقطعوا علينا؟ اللي سرق الضو عندنا في الدوار يحاكموه،
يمشيو له يدقوا عليه ويديو الحبس. ماشي ماشي واحد دايرها واحد تيتقدم فيها. خاصهم يعطيونا حقوقنا هاد الناس. ما عندناش الحقوق في المغرب. علاش ما عندناش الحقوق؟ ما كاين حتى واحد متعقلش علينا. ما عندناش الحق. علاش هاد الناس مضيعنا؟ علاش ما يعطيوناش الضو؟ حنا بغينا الضو ما تنطلبوا منهم حتى حاجه. لا ماكله لا شرب لا حتى حاجه. تنطلبوا منهم يعطيونا غير الضو. رجعوا لنا غير الضو. تيتقطع لنا الضو بالشهر بالشهرين بالثلاث بالاربع اشهر. حنا بغينا حقوقنا. كنا ماشي انا اللي طالبه هاد الشيء الحقوق. كنا سيدي سليمان. كنا باغيين حقنا باغيين حقنا. السلام عليكم. حنا من ساكنه سيدي سليمان اقليم دوار زازقه اقليم ولاد حميد. حنا كنعانيو من واحد المشكل اللي هو ديال الضو. كل عام كيتقطع علينا لمده هذه 3 سنين. المشكل شنو هو؟ كان وقع التمديد، كانوا تزادوا السكان هنا في الدوار. ملي تزادوا السكان بقى داك البوست الصغير. يعني كيوقع له الضغط كل عام كيتحرك. لهذا العام الثالث اللي كيوقع المشكل. وكنطلبوا من الناس المسؤولين يلقاو شي حل. يعني راه حنا كنعانيو، راه دابا مده 6 ايام وحنا بلا ضو، كنفطروا بلا ضو، نتسحروا بلا ضو، راه مشكل كبير والدراري كيقراو. الله يجازيكم بخير. من دار المكتب الوطني مازال جا سعاده القايد قبيله عاد والناس ديال السلطه قال لك بلا تسناو منا يومين. قال لك تسناو من هنا يومين عاد يجيو مالي الضو. عندكم ثقه فيهم بانهم من يومين يصيبوا لكم الضو؟ ما عرفتش كيوعدونا من هذه شحال هما كيقولوا هذه الهضره هذه. واش حنا غندوزوا رمضان كامل بلا ضو؟ واخا شنو الرساله اللي توجه للناس المسؤولين؟ الرساله اللي غادي نوجه للناس المسؤولين بالله يلتفتوا لهذه المنطقه هذه وعطيو شي التفاته. بالله راه حنا كنعانيو بزاف من ناحيه الكهرباء. باش بلا ما نمشيو بعيد ياك، بلا ما نمشيو بعيد، شوف غير صحاب الزبل هما الاخرين. دير شوف غير صحاب النظافه هما الاولين، فهمتيني؟ هذه ابسط الاشياء، ابسط الاشياء. شوف شنو كيوقع لينا، فهمتيني؟ علاش؟ حيت لحقاش حنا اولا عربيه. علاش؟ من بعدين فهمتيني عربي كيقول لك والو، عربي ما عندوش شي حاجه ياك، ولاني عربي راه بزاف راه تقدر تفهمتيني تلقى قاري فهمتيني بزاف. علاش؟ واش الحمد ديالنا الحمد خلص. هز هز شوف شوف دار شوف البركاسات. راه اصحاب السلطه واصحاب العو. واش السلطه في قاعده؟ واش السلطه في قاعده؟ شو السلطه؟ شو السلطه في قاعده؟ عار هذا عار. الموضوع هذا عينا ما نديروش شي كاف. خلي يسوق شي لعاد ما ينضو شي لعاد القيد شي لعاد المنتاز. راه ما تدخلش فينا. راه ما تشوفوا راس الامر باقيناش قيونا الشرطه في الدار. لا اله الا الله منكر هذا. لا اله الا الله منكر هذا. وفين ادريس؟ اخويا الله يخليك. تنخرجوا مع الجوج ديالي، تنخرجوا مع الجوج، وحنا تنلبسوا حوايجنا مقلوبين. قربي الميكرو.
بشويه حيد عليا خير. هضر هضر اش نقول لك انت تخرجوا مع الجوج اللي مشى خويتنا مقلوبا تنخلي ولادنا في الخطر عباد الله تمشيو ولا دور شي حاجه يقلبوا عليهم شي حاجه على حنا راه كنا عند الحر عباد الله هاش بات باش نخدموا وانت خويا المنكر هادشي صاحبي قول غدا قريب قول لي واش كاين المنكر هاد المنكر ولا ما